أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعي طقس العرب في الأردن، نقدم لكم هذه النشرة الجوية التي سنتحدث فيها عن تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الساعات القادمة على المملكة بحول الله. نبدأ نشرتنا بالتوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث يسود طقس صافي مع 7 درجات مئوية فقط كحرارة دنيا، بينما الرياح تكون خفيفة السرعة بالمجمل. للانتقال لتفاصيل باقي المناطق، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث يسود يوم غد بإذن الله طقس ربيعي معتدل مستقر بشكل عام. إربد تسجل 19 درجة مئوية كحرارة عظمى، 8 درجات مئوية كحرارة دنيا. عجلون أيضا طقس غالبا صافي مع تفرق لبعض الغيوم، 19 درجة مئوية كحرارة عظمى، 7 درجات مئوية كحرارة دنيا. للانتقال للمنطقة الوسطى، نبدأ بالعاصمة عمان، أيضا طقس مستقر ربيعي، 18 درجة مئوية كحرارة عظمى، 10 درجات مئوية كحرارة دنيا. البلقاء 20 درجة مئوية كحرارة عظمى، 10 درجات مئوية كحرارة دنيا. أما الزرقاء 20 إلى 11 درجة مئوية. بانتقال للمنطقة الجنوبية، نبدأها بالكرك، 18 كحرارة عظمى مع تفرق لبعض الغيوم، 9 درجات مئوية كحرارة دنيا. أما العقبة 26 درجة مئوية كحرارة عظمى، 16 درجة مئوية كحرارة دنيا، لكن توجد فرصة لهطول بعض زخات الأمطار خلال ساعات الليل. بالفعل حالة جوية متوقعة أن تبدأ تأثيرها على تلك المنطقة بسبب امتداد لمنخفض البحر الأحمر. للانتقال للمنطقة الشرقية، أيضا يسود طقس ربيعي معتدل، 23 درجة مئوية كحرارة عظمى في الرويشت، 12 درجة مئوية كحرارة دنيا. أما الأزرق 24 درجة مئوية مع طقس صافي إلى 11 درجة مئوية كحرارة دنيا. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.